إذن مشاهدينا الكرام، حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد عبد العظيم عجمان، عضو مجلس النواب عن اتحاد القوى. سيد عبد العظيم، مرحبا بك. أهلا وسهلا، تحية طيبة كريمة إلى قناة الفلوجة وعبرها إلى المشاهدين والمشاهدات. حياك الله. أهلا يعني وسهلا. بداية، ما معنى سحب التفويض من الحكومة التي صوت عليها مجلس النواب العراقي؟ وهل هناك شيء اسمه التفويض برأيك بعدما شاهدناه من الحكومات المتعاقبة؟ نعم، نحن قبل 3 أشهر تم تفويض السيد العبادي من قبل البرلمان العراقي بناء على المظاهرات الأولى التي خرجت، وبناء على خطاب المرجعية. السيد العبادي حقيقة جاءته الفرصة مواتية لإحداث تغييرات كما في تقريركم، وإنهاء الطائفية وإنهاء المحاصصة. حقيقة مجلس النواب العراقي في تلك اللحظة كان لا يستطيع أن يخرج عن رأي الجماهير المطالب بالإصلاح. نعم. الجهة التي تبنت الإصلاحات هو رئيس الوزراء السيد العبادي. اعتقادنا أنه خلال 3 أشهر السيد العبادي لم يستثمر التفويض استثمارا جيدا. لم نرى ونشاهد حزمة الإصلاحات إلا في مسارات بطيئة جدا. مسار السلم الوظيفي ورأيتم الاعتراض عليه، مسار دمج الوزارات، والوزارات التي دمجت هي من تحالف القوى، وكذلك مسار تقليص المستشارين والوكلاء، وأيضا المستشارين والوكلاء تم تقليصهم من تحالف القوى. فبالنتيجة المسارات التي قام بها السيد العبادي هي مسارات لا ترتقي إلى التفويض الذي تم تسليمه إليه. كان تفويضا كبيرا وجيدا، وكان يستطيع أن السيد العبادي يخرج العراق من أزمته الاقتصادية وأزمته الأمنية وأزمته الطائفية، ولكن نرى أن التباطؤ والتأخير في استثمار الفرصة ذهبت، وأصبح الآن على مجلس النواب العراقي مراجعة ما تم تفويضه إليه. وصدر هذا اليوم نص القرار الذي استند على المادة الثانية، البند الثانية من المادة 59. طيب سيد عبد العظيم، يعني هذه التشريعات التي صوت عليها مجلس النواب العراقي، يعني برأيك يراها البعض بأنها توحي بوجود مشكلة بين مجلس النواب من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى؟ أي تشريعات تقصد التي صوت عليها هذا اليوم؟ نعم، هذا اليوم، قضية التفويض وغيرها من الأمور. نعم، لا، هو في الحقيقة نحن عندما صوتنا قبل 3 أشهر في أول جمعة للمظاهرات، نحن أعطينا السيد العبادي صلاحيات مجلس النواب كلها بيده، صلاحيات رئيس الجمهورية بيده، أخذ كل الصلاحيات، وإلا كيف يحق له مثلا. طيب ما الذي تغير اليوم لكي يصوت مجلس النواب على قرار إلغاء التفويض أو غيرها من الأمور؟ أعتقد أن مجلس النواب عندما أعطى صلاحياته للسيد العبادي لم يكن مقتنعا، ولكن في تلك اللحظة إذا مجلس النواب تخاذل عن إعطاء الصلاحيات، أنتم تعلمون أن الجمهور والمرجعية والخطابات حتى الإعلام، القنوات الإعلامية وقناتكم والقنوات الأخرى، كانت تركز على ضرورة الإصلاح. فلا يمكن لنواب الشعب العراقي أن لا يصوتوا على إصلاحات طالب بها المتظاهرين، ولكن بعد أن مر 3 أشهر نحن رأينا أن الإصلاحات ذهبت باتجاه بطيء جدا، وباتجاه قد يكون أيضا تحزبي. لم نرى هناك إصلاحات. مثلا نسأل سؤال، ضمن الإصلاحات وضرب المفسدين، وقالت المرجعية للسيد العبادي اضرب بيد من حديد. نحن خلال 3 أشهر، وأنا أسألك عبر القناة، أي مفسد تم كشفه؟ أي ملف فساد تم كشفه؟ لا يوجد أي ملف، أي وزير تم إقالته، أي وكيل. إذن السؤال هنا سيد عبد العظيم، يعني هناك من يرى بأن قوة سياسية محركة هي التي أدت إلى إحراج العبادي أمام مجلس النواب العراقي وبالتالي سحب التفويض منه، يعني هل تتفق مع هذا الأمر؟ لا، أنا لا أتفق. كل مجلس النواب العراقي غير مقتنع بالتفويض، ولكننا يجب أعطينا الفرصة لرئيس الوزراء كي لا يلام مجلس النواب العراقي ويكون سببا في وقوع العراقي في أزمة. نحن ألقينا الكرة في ملعب رئيس الوزراء وقلنا له خذ ما تريد، خذ ما تشاء. ولكن أنا أعتقد مضي 3 أشهر على استخدام الصلاحيات مجلس النواب واستخدام صلاحيات رئيس الجمهورية ولم يرى النور أي شيء من الإصلاحات،
هنا مجلس النواب الآن من حقه أن يراجع التفويض. نعم. ونحن في هذه المراجعة نص المراجعة واضح. نعم. نحن قلنا أن الفصل بين السلطات الثلاث ينبغي على كل سلطة من سلطات الدولة القيام بوظيفتها وأن لا تحول إلى غيرها. نعم. إذن السيد عبد العظيم العجمان عضو مجلس النواب العراقي عن تحالف القوى نشكرك شكرا جزيلا. هذا وجدد التحالف الوطني دعمه للإصلاحات التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ضمن إطار الدستور. وقال التحالف في بيان له إن الهيئة القيادية عقدت اجتماعها الدوري برئاسة الجعفري وحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مبينا أن المجتمعين ناقشوا الملف الأمني وتطورات الوضع الميداني والأوضاع الاقتصادية والمالية والمعالجات لدعم ميزانية الدولة ومواجهة المشاكل المترتبة على انخفاض أسعار النفط.